إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، السلام عليك يا مولاي يا حبيب الله، يا خير خلق الله، المظلومين المضطهدين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم، ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عين جودي بدموع للجواد، فمرادي في رضا باب المراد، بشديد الرزء قد هد الشداد، جرعوه قهر في عمر الشباب. يا مولاي طيبة أن تشتاق عطر الطيب وهو مشتاق إلى بنت النبي، فيها قد فكر مذ كان صبي بأسى ضلع ومسمار وباء، كيف أسلو لمصاب ابن الرضا، غاله السم فوافاه القضاء، لم يجد في الدار خلا من رضا، مفردا ما
مات شهيدا في اغتراب. أيوة إماما قيل في ضعفي السطح زحف ومن الآلام آه ما وقف. قلت آه لعفير يوم طاف ناشدته أخته أم الحجاب. وقع السبط ثلاثا في الطفوف، وقع السبط ثلاثا في الطفوف. وعليه العاد وعليه خيلها صارت تجول والأعادي سيفها صار يصول ودماه للقنا صارت شراب. وغدت فاطم بغداد تصيح، فأبو جعفر في الشمس طريح. آه لكن ما رأت نحرا ذبيح كالذي داروا به فوق الحرى. شلون مشابهة بين الإمام الجواد والإمام الحسين؟ يبقى يا ثلاثا بلا غسل ولا كفن كجدي فهو فوق السطح منعفر. فصل يا شاعر. قال قاله الطاغي وقطعت شبدة اسمه وعلى اليريد تساعد ذيك المشومة. نازح بعيد الدار عن عزوته وقوما وقلبه على فراق الأهل والسم مجروح. يا غيرة الله مهجت الزهرة وحشاها من غير جرم السم تجرع من عداها. قواض بنت الطاغية نالت مناها وما حد حضر لويح قلبي بطلعة الروح. ويلي فوق السطح يومين والثالث بلم هاد مطروح ابو الهادي اطيب غمر بغداد. ظل بالشمس وين العشيره وين
الأولاد وين الذي لأرض المدينة بهمته يروح شي يسوي بالمدينة يوقف على قبر النبي ويسكب العبرة وينعى الجواد ويهل دمع فوق قبر بعد ينتحيب ويعرج على روضة الزهرة يقلها يا زهرة مهجتك بالشمس مطروح الله يا زهرة كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارة تنظريها بعينك والسبب كله من الذي سقط جنينك ورث علينا الهضم والحسرات والنوح بعد يا زهرة واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلو واحد على حمامي فوق الجسور ذبو واما غريب الغاضرية بخيل داسو وكم طفل يم حسين برض الطف منحو الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم أطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد من القضايا العقائدية الهامة في تاريخ التشيع إمامة الإمام الجواد التي تعتبر منعطفا عقائديا خطرا في حياة المؤمنين لم يعهد التشيع أن إمامة قبل الإمام الجواد تسلمت زمام الأمور في هذا العمر المبكر حتى يمكننا أن نفهم الوضع في ذلك الوقت علينا
أن نتحرك من آية التطهير، لأن آية التطهير بإمكانها أن تجيب عن إشكالات عديدة صارت سواء في إمامة الإمام الجواد أو إمامة أي إمام كان، لأنها القاعدة العقائدية التي نفهم من خلالها الإمامة ونفهم من خلالها الإجابة على الإشكالات التي قدمها الآخرون والمخالفون على الإمامة، ومن ضمنها إمامة الإمام الجواد عليه السلام. إذن سنبدأ بآية التطهير دخولا إلى حياة الإمام الجواد عليه السلام، لكن نحن نواجه مشكلة في النقاش مع الطرف الآخر من خلال اختلاف المدرستين بين مدرسة أهل البيت في فهم القرآن والمدارس الأخرى في فهم القرآن. على سبيل المثال، لما أجي أتناقش مع أي طرف من هذه الأطراف ربما ينتقدني بأن هذا فهمك إلى القرآن وأنا هذا هو فهمي إلى القرآن الكريم، على رغم اختلاف المدرستين واعتماد مدرسة أهل البيت عليهم السلام على أقوال أهل البيت اللي هم أعرف الناس بالقرآن، لكن مع ذلك ما راح نصل إلى نتيجة، لأن كل واحد إلى مشرب في تعامله مع القرآن، كل واحد إلى مدرسة، فما راح نصل إلى نتيجة. ولا إذا جئنا إلى الروايات، أبسط الأمور التي يمكن أن تقال حينما أقدم رواية، أنا هاي الرواية ضعيفة عندي، وهو يقول لي لما أجيب له رواية يقول أنا ما أعترف بهذه الرواية، يعني لا الأدلة القرآنية ولا الأدلة الروائية يمكن أن تكون حلا لهذا الحوار ولهذا النقاش. زين، مثل هاي القضايا ده ما عندي دليل قرآني وما عندي دليل من السنة النبوية الشريفة، أتناقش إياك في شنو؟ وشنه الأدلة اللي أنا راح أتناولها حتى أفهم هاي الآية المباركة؟ هناك أدلة لطيفة واضحة بينة متفق عليها، لا يمكن لا لشيعي ولا لسني أن ينكرها أو أن يعترض عليها أو يبتعد عنها. شنو من هذه الأدلة التي تعنون بعنوان الأدلة اللفظية؟ الأدلة اللفظية مثل الأدلة اللغوية، دليل لغوي من صميم اللغة العربية اللي كل العالم الإسلامي العالم العربي يعتمد على هاي الأدلة في فهم القرآن في فهم الروايات، يعني من دون اللغة العربية ما يمكننا أن نفهم لا القرآن ولا السنة النبوية المطهرة. زين، الآن من نجي إلى الأدلة اللغوية في آية التطهير، هسه بغض النظر هاي الآية نزلت في من، إما في نساء النبي أو مثل ما تقول الإمامية أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين، إحنا بغض النظر عن هذا كله، أنا سؤالي هل للأدلة اللغوية رأي آخر في فهم الآية؟ لولا تعال خلينا نكتشف ونشوف. الآية ابتدأت بقول الله تبارك وتعالى إنما في اللغة العربية هي من أدوات الحصر. قبل أن نتحدث عن أدوات الحصر تعال نشوف فائدتين مهمتين إلى أداة الحصر إنما، راح تفيدنا في الجواب لولا، تعال نشوف. الفائدة الأولى، يقول اللغويون أن أداة الحصر لها صدارة الكلام. شنو معنى صدارة الكلام؟ يعني ما ممكن أن تكون شيئا جانبيا في الجملة، هذا واحد، وما ممكن أن تكون ليس لها أهمية، هذا اثنين. ثلاثة، سواء كانت في بداية الجملة
أو في وسط الجملة أو في نهاية الجملة وجودها يلفت الأنظار والانتباه في أي مكان صارت في الجملة، هذا معنى أن تكون لها الصدارة. هذا واحد. اثنين، من فوائدها سواء جاءت في البداية أو في الوسط أو في النهاية، من فوائدها أنها تقوم بإلغاء تام لما سبق الأداة وإثبات ما لحق الأداة. يعني الآن لما نقول إنما يريد الله، اللي قبل كلمة إنما يحتاج أن ننظر إليه لولا نحتاج أن نعرف يتحدث عن شنو لولا يحتاج أن نقرأ الآيات اللي إجت قبل هذه الآية لولا. اللغويون يقولون لا، نفت ما قبلها خلاص، لذلك إلها صدارة الكلام. يعني ابدأ من كلمة إنما وأنت ماشي. هاي فائدتين، خلينا نشوف هاي الفائدتين فادتنا في شنو. فادتنا في الجواب على الإشكال الذي طرأ، أن هذه الآية الإشكال يقول ما نزلت لا في علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين. ليش؟ لأنها 32 آية في سورة الأحزاب، من آية 1 إلى آية 32، كل هاي الآيات 32 تتحدث عن نساء النبي. حتى الآية 32 اللي في وسطها آية التطهير قبل إنما كانت تتحدث عن نساء النبي. نقول إحنا على طبق القاعدة إن شاء الله مو 32، إن شاء الله 3000 آية تتحدث عن نساء النبي، بمجرد أن جاءت أداة الحاصر هاي اللي قبلها كل شنو ما إلها علاقة بما بعدها. إذن الاستبعاد الأول لهذا الرأي اللي يقول نزلت في نساء النبي مخالف للقاعدة اللغوية اللي هي أداة الحاصر ومفادها واستعمالاتها وفوائدها في الكلام. شوفوا شلون الأدلة اللغوية شو تسوي. إذن هذا الرأي مستبعد. نجي إلى ما بعد أداة الحصر إنما. يقول اللغويون لماذا يستعمل الحصر وليش أنا أجي أحصر؟ قالوا أن الحصر في اللغة يدل على أهمية وخطورة في المحصور. زين، هذه خليني أبحث في الآية المباركة آية التطهير شنو اللي انحصر في الآية. ايش رايكم شنو المحصور؟ المحصور إرادة الله، إنما يريد الله. هذا معنى خطير. لما الله سبحانه وتعالى يحصر إرادته، سؤالنا الأول الإرادة هاي لما تحصر هاي إرادة شنه نوعها، تكويني ولا تشريعي؟ لو كانت تشريعية لما احتجنا إلى الحصر. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل بيت وطهركم تطهيرا، نقول هاي إرادة تشريعية. لكن بقرينة أداة الحصر إنما، الله جل وعلا أراد أن يبين أن أعظم إرادة عنده وهي الإرادة التكوينية محصورة في شيئين. ما هما الشيئان؟ ليذهب ويطهركم. هاي الإرادة كلها في هالمفهومين، ليذهب ويطهركم. خلينا نقف هنا. الآن هذول مفهومين متقابلين، ليذهب ويطهركم. زين، ليذهب أكو إلى متعلق، ليذهب عنكم ماذا؟ الرجس. هذا أول أمر حصرت فيه إرادة الله تبارك وتعالى.
حتى نعرف قيمة أهل البيت عليهم السلام، وحتى نعرف قيمة هذا الحاصر، تعال نسأل سؤال. لو سألك أحد ما معنى الريش، شو تقول له؟ وينكم شباب؟ ها؟ زين. واحد قال كل شيء متعلق بالنجاسة، واحد قال تأثير الشيطان، بس هذا الرجس. قول نفس الشيء، يعني نفس المعنى. إذا هذا مفهومكم إلى الرجس، يعني عصمة أهل البيت عصمة محدودة. ليش؟ لأنها راح تكون في مقابل النجاسة وفي مقابل الشيطان، وانتهينا. راح يكون العصمة محدودة جزئية. لكن هل هذا هو مفهوم الرجس؟ ما دمنا في ساحة اللغة العربية، تعال إلى معاجم اللغة العربية واسألهم شنو معنى الرجس. الرجس كل خطأ أو ذنب أو ما استقبح عقلا وما استهجن عرفا. هذه وسعت كل اللي تدور في بالك وغير اللي تدور في بالك، يعني الأمور الطهارة والنجاسة وهاي كلها، هاي في الذنوب والمعاصي وغيرها بهاي الدائرة. لكن أكو أعظم منها، الأشياء التي يستقبحها العقل، الأشياء التي الناس ما تحبها وغير متعارفة عندها، هذه أيضا يطلق عليها لغة شنو؟ رجس. زين، سؤالي الآن، هذا المفهوم مو أوسع من اللي قلته؟ يعني مفهوم الرجس في آية التطهير واسع لو ضيق؟ إذا حتى المستقبحات العقلية والمستهجنات العرفية هي رجس، فاللي أقل منها من باب أولى. عدل ولا؟ يعني لا يوجد شيء في الوجود يطلق عليه رجس إلا وأهل البيت مطهرون عنه. إذن الدليل اللغوي ايش قال لنا؟ قال أن الإرادة، إرادة الله حصرت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني الله يريد يطهر أهل البيت تطهير مطلق، لا محدود في جهة ولا محصور في جانب. وهذا اللي قالوا علماءنا لما بحثوا في هذه الآية، قالوا أن عصمة أهل البيت عصمة مطلقة. لازلنا في الأدلة اللغوية. زين، الآن حتى نثبت أن إرادة الله هي إرادة تكوينية، شنو الدليل على أن عصمة أهل البيت أيضا عصمة تكوينية؟ شنو الفارق بين قول الله ليذهب عنكم وليذهب منكم؟ في فرق؟ شنو الفرق؟ إذا منكم مو قريب، يعني في، يعني موجود عندكم، وهذا ما لا يقول به أحد. أما عنكم أذهبناه قبل أن يصل إليكم، يعني أوجدناكم طاهرين مطهرين. زين، لكن أنا أقرأ في أذهانكم إشكال. شنو الإشكال؟ يقول هذا ما في فخر إلى الإمام المعصوم، إذا خلق معصوما ما عنده قدرة على المعصية، وبالتالي هو مجبور على الطاعة، مجبور على الإخلاص لله. إيش رأيكم؟ عنده القدرة على شنو؟
يعني أنت تقول أن الله على رغم أنه خلق الإمام معصوما لكن ما سلب منه الإرادة. وهنا تكمن العصمة. أدل ولا أمثل لك مثال؟ النبي آدم معصوم لو مو معصوم؟ صح لو لا؟ نبي آدم معصوم قطعا. ولما عصى الله، الله شي يقول؟ فعصى آدم ربه فغوى. شلون عصى؟ شلون عصى؟ إيه ليش عصاه؟ مو هذه معصية، شلون أنت تقول معصوم؟ زين، ليش ضربت لك هذا المثال؟ حتى أبين لك الفرق بين عصمة أهل البيت وعصمة الأنبياء كلها. الفرق بينهما أن الأكل من الشجرة ليس حراما، ولا تقربا هذه الشجرة، إنما هو نهي إرشادي، أنا ما أريدك تأكل من هاي الشجرة. كلما كل اللي قام به آدم عليه السلام مخالفة الأولى، يعني عمل المكروه فقط. عمل المكروه معصية؟ مو معصية. إذن ما يضرب العصمة، صح لو لا؟ زين، أهل البيت بهذا النوع من العصمة اللي الله بينها في القرآن، اللي حتى المستقبحات العقلية والمستهجنات العرفية، حتى المكروه معصومين عنه، على الرغم من قدرتهم على شنو؟ على عمل هذه الأمور. الإمام أمير المؤمنين يقول: وما معاوية بأدهى مني ولكنه يمكر ويفجر. لكن الإمام عنده مبدأ. زين، بعد معرفة هذه التفاصيل، الله يقول في القرآن: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. ليش قال تطهيره؟ شنو إعرابه؟ تطهيره مفعول شنو؟ خلني أغششك شوي. المفعول المطلق يستعمل في اللغة العربية لماذا؟ للتأكيد. زين، الله يقول تطهيره، ليش؟ يأكد على شنو؟ يأكد على تكوينية الإرادة، وعلى إطلاق العصمة، وعلى تكوينية عصمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليبين أن أعلى رتبة في الوجود كله وهؤلاء المقصودين بأهل البيت عليهم السلام. نرجع إلى الأمر الأول اللي أجبنا فيه على القوم، أن هذه الآية ما ممكن أن تكون في نساء النبي، باعتبار إحنا بينا أن اللي قبل أداة الحصر إنما ما إلى علاقة. زين، سؤالي: الله جل وعلا في القرآن وبخ نساء النبي لو ما وبخهم؟ زين، على الأقل إحنا ما نقول ارتكبنا محرما، ربما المكروه أو اللي الله حذرهم من عنده. أدل ولا؟ اللي في الآية الشريفة: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، حتى هذه اللي التحذيرات والإرشادات اللي الله يرسلها إلى عباده، أساسا هذول معصومين منه، فما ممكن أن يكون نساء النبي، فلا بد أن نتعرف على مفردة أهل البيت عليهم السلام. أكو عندنا مجموعة من الخيارات، يمكن أن تكون لفظة أهل البيت لفظة عامة تطلق على أي أحد،
وهذا خلاف الآية، لأن الآية فيها ضمير مخاطب، إنما يريد الله ليذهب عنكم، فما ممكن أن يكون الخطاب عاما. هذا أول خيار. نجي إلى الخيار الثاني، أن تكون هذه اللفظة مصطلحا خاصا اصطلحه الله تبارك وتعالى على جماعة معينة، وهذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى دليل. زين، احنا الآن من حيث اللغة أتمينا البيان، هنا نحتاج أن نرجع إلى السنة النبوية المطهرة، نسأل السنة النبوية المطهرة من هم أهل البيت. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أجاب بجواب لطيف، شنو جوابك يا ابن رسول الله؟ قال حينما سئل من هم أهل البيت في آية التطهير، قال اعرف البيت تعرف أهله. أنت مو بس تسمع هاي اللفظة وتكررها، يقول لك الإمام اعرف البيت منه. فقال يا ابن رسول الله وما البيت؟ قال البيت هو رسول الله. وأهله من سكن قلب رسول الله، اختصرها الإمام الصادق عليه السلام أن هؤلاء هم أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. باقي عندنا شغلة واحدة في هذا البيان، آية التطهير منحصرة ومقتصرة على الخمسة لو شاملة للأربعة عشر معصوما، شنو دليلكم؟ ها؟ أنا أقول لك، أسألك شلون؟ أعطيني دليل. وين أحسنت. هناك أمور في القرآن الكريم حتى اللغة بوحدها لا تستطيع أن تصل إلى معناها، لذلك أفضل طريقة لفهم القرآن عرض القرآن على السنة، على كلام النبي صلى الله عليه وآله. ماذا سنفعل في حديث الصحيفة، حديث الطينة، حديث إن الأئمة والخلفاء والنقباء من بعدي 12 إماما وخليفة ونقيبا وغيرها من الروايات، فما يصدق على الخمسة يصدق على الأئمة كلهم. زين، الآن من نجي نطبق هذا كله على الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، اللي يجي يقول لك مثلا شلون أنتوا هاي العقلية الشيعية تقبلون بأن يكون إمامكم طفلا صغيرا ما بلغ الحلم، لما نعتقد بمثل آية التطهير ومقامات آية التطهير وعظمة آية التطهير ونعرف أهل آية التطهير شنو؟ أساسا حديثنا عن عمر الإمام أو عن علمه أو ما شابه ذلك، أقصد التشكيك في هذه الأمور، هو تشكيك في عقيدتنا في آية التطهير وعقيدتنا في القرآن، لأن الإمام عليه السلام إمام حصر الله إرادته في عصمته وجعله طاهرا مطهرا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. ربما سمعت بعلي بن جعفر رضوان الله عليه، علي ابن الإمام الصادق، أخو الإمام الكاظم، عم الإمام الرضا،
وهو من الفقهاء العظام في مدرسة أهل البيت، عاصر أبوه الإمام الصادق وأخوه الإمام الكاظم وابن أخيه الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد، كان شيبة. وخذ هاي العقيدة، كان قاعد بالمسجد فقالوا له لقد جاء ابن الرضا اللي هو منه الإمام الجواد عليه السلام. الرواية تقول فرمى رداءه وقام مسرعا، كلمة رمى رداءه يمكن أنا وأنت ما نقيمها، لكن واحد شيبة مثل علي بن جعفر والأول ذاك الزمان العباءة مقدرة وإلها قيمتها، لما يرمي عباءته ويقوم يسرع وهو على شيبته، ليش قايم؟ كان الإمام ذاك الوقت عمره 7 سنين، وعلي بن جعفر ناهز 70 سنة، ويطلع له قبل ما ينزل يقول له أقسم عليك بالله أن تبقى مكانك على الدابة، وينزل الإمام ويقدمه ويدخل وراء الإمام ويجلس محله، ويظل علي بن جعفر واقفا. يقول للإمام يا عم أجلس رحمك الله، قال لا أجلس وأنت موجود، ولا ما أقدر أقعد، أنت حجة الله ولي الله. شاهد، خلص الإمام وطلع. إجوا هذول ضعفاء النفوس واللي الحقد ماكل قلوبهم، التفوا حول علي بن جعفر قالوا له على شيبتك وتفعل معه ما فعلت، أنت عم أبيه. شوف الجواب، قبض على شيبته، قال لئن لم يؤهل الله هذه الشيبة للإمامة وأهل هذا الغلام حق كن علي أن أذعن له وأطيع وإن كان غلاما. يعني يريد يقول له ترى هذا أمر الله مو أمري أنا، ولا هو بكيفي أنا، هذا أمر الله. لذلك تشوف كل من تعامل مع الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه ذهل. هل عمر هذا استشهد عمره 25 سنة، 25 سنة شكت في ريعان شبابه، بنى مدرسة عظيمة جدا، خرج تلامذه كمحمد بن خالد البرقي اللي مؤلفاته تربو على 99 مؤلف، محمد بن أبي نصر البيزنطي وغيرهم من الفطاحل الأعلام. من هذا اللي عمره 25 سنة عند مدرسة تزحف إليها مئات الطلاب ليتعلمون من علمه ويتفقهون من فقهه؟ يجي المعتصم ويضيق الخناق على الإمام، ويجيبه من المدينة إلى بغداد، ولما يشوف الإمام حتى في بغداد بدأ يكبر في قلوب ونفوس الناس، قام بدس السم إليه. شلون؟ عن طريق أم الفاضل بنت المأمون، هذه ابنة أخيهم. وفعلا تعاونت معهم ووضعت السم للإمام في كأس اللبن، وقامت بعمل قذر، أغلقت
الطور والنوافذ الأبواب أغلقتها. ليش؟ لأن الحرارة اللي شبت في جوف الإمام من السوم ما يحصل نسمة هواء باردة تبرد عليه، فصار يلوذ بنفسه، صار يزحف إلى السطح، ما عند أحد. غريب، إلى أن دنا أجله وجه نفسه إلى القبلة، عرق جبينه، سكن أنينه، مد يديه ورجليه، غمض عينيه، أطبق فاه، انقطع نفسه، تدلت رقبته، وفاضت روحه. أنا مناد وإماما والسيدا، بقي على سطح داره 3 أيام حتى فاح المسك الأذفر من بدنه، واهتدى الناس إلى جسده، أخذوا الإمام وشيعوه، قام الإمام الهادي بتجهيزه والصلاة عليه، ودفنه عند جده موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. المعزات سيدتنا فاطمة تنادي بلسان الحال: يا هالناس عندي وليد سماه، بسم المنية قلبه مرداه، وبلا غسل فوق السطح خلو. يا الله، ايوة، بلا غسل فوق السطح خلايا. قالت بحسين: ذكرني يا الناس بس الجسد باقي على الرأس. وجسمه ما هو بالخيل يندس، اي والله، وجسمه ما هو بالخيل ينداس، واخته ما بقيت ما بين الارجاس. اسفي عليك يا ابا عبد الله، انت اللي خلوك بلا غسل ولا كفن، انت اللي خلوك على البوغى 3 أيام، وأركبت أختك ناقة، ناقة عجفاء بلا غطاء ولا غطاء. ويلي، بقى حسين فوق الترب عريان، ولعبت عليه الخيل ميدان، وراسه تعلب راس لسنان، واخته بقت ما بين عدوان. تتحملني شويه. ويلي ويلي ويلي، قالت ضلع عليه ضلع عليه حار الرمل وابن امي،
بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، شلون تحملت حرارة التراب؟ ضلع ليه حار الرمل وابن أمي، ضلع ليه ولا عن الشمس واحد، ضلع ليه الحوافر متركة سالم، ضلع ليه حنت صدر بضلوع، حنت صدر بطفوف الغاضرية. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووعادي، قالت بلاديا بلاديا قلب مرد من شفتك، بلايديا بلادين بلايديا الحدى بختك يا بعد امك. عندك غيرة ما تتحملها، بلادين الدهر فراني من عقباك، بلادين بلد سبني وبلد موت رقية. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك، إنك سميع مجيب. منا على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، اقضي حوائجنا وحوائج السائلين والحاضرين، عجل اللهم لوليك الفرج والنصر والعافية المسببون، تقبل اللهم عملهم وأوسع في أرزاقهم، واقضي حوائجهم وارحم موتاهم وموتى المؤمنين والمؤمنات وموتى الحاضرين، وللجميع نؤدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.